الواد ده بيشتغل في ايه بالظبط يا مرسي؟ علم علمك يا سي محفوظ، انت عارف سعادتك ان الوكاله بتبقى قافله يوم الحد، بيبقى ضامن بقى ان محدش يشوف هو بيبيع ولا يشتري. ايوه، مش جايز يكون بيسرب حاجه من الوكاله يدريها في عبه ولا في جيبه وهو خارج. انت لازم تفتشه يا مرسي. انا اعمل كده يا سي محفوظ؟ ده كان الحاج يبهدلني، ده زي ما يكون خلفه ونسيه. انا بقى عندي فكره اللي بيها نعرف اذا كان الواد ده مظلوم ولا حرامي. انا من ناحيتي متاكد، بس ما تقدرش تثبت، عشان كده هقول لك تعمل ايه عشان ابويا يشوف بنفسه ويصدق. انا من ايدك دي لايدك دي يا سي محفوظ. الواد ده لو خد حاجه من الوكاله يعمل بيها ايه؟ يعمل بيها ايه؟ هيبيعها لمؤاخذه. عظيم، يبقى انت لازم تطب على الواد ده يوم الحد في السوق وتفتش البضاعه بتاعته. فكره هايله يا سي محفوظ. صحيح يا اولاد، العلم بينور الدماغ. لا برضو يا مرسي، مش هيبقى مظبوط. الله، ليه بس يا سي محفوظ؟ ما هو لو شافك ممكن يخبي الحاجه او يرجع يقول انك ما خدتهاش منه. عندك حق، الواد ده استبن واعيه. عارف تعمل ايه يا مرسي؟ ايه يا سي محفوظ؟ تبعت للواد ده اي حد ما يعرفوش يشتري البضاعه بتاعته كلها، وانت بقى تفتش فيها على رواقه وتظهر المستخبي. صح، هو ده يا سي محفوظ. بس لا مؤاخذه يعني، انا معيش النقديه اللي تشتري البضاعه دي كلها. ماشي يا مرسي، طب 100 جنيه اهو، تصرف.